قد تساعدك الظروف، قد يقف معك الأقوياء، قد تشعر بأنك لا تقهر. لكن حتى وإن وصل غرورك حد السماء، إياك وأن تحاول سلب المصري شبرا من أرضه. عقيدة مصري. الخامس من يونيو سنة 1967، وفيما أسموه بحرب الأيام الستة، زحفت إسرائيل إلى سيناء أمام مرأى العالم وبدون وجه حق. وبدأ العدو في بناء القلاع والحصون أملاً في ضم سيناء إلى داخل كنفه للأبد. وبأقل القليل أخذ رجالنا يكبدون العدو من وقت لآخر خسائر في العتاد والأفراد، في رسائل تفيد بأننا قادمون قريبا. أدخلنا أسلحة جديدة للخدمة ووضعنا خططا للخداع الاستراتيجي، فنحن خير أجناد الأرض بالفكر والعمل، فلم نكن لنتباهى أبدا بما نمتلكه من فكر سابق للزمن ولا جهد يدرس في العمل. ولكن شاءت الأقدار أن نبهر العالم ومن قبلهم العدو. Still, you know that she thought about committing suicide. This is Mayor. ففي يوم عيدهم والسماء من فوقهم صافية والأرض من تحتهم هادئة، وفي لحظة اطمئنان بقلوبهم تبدل الحال. فلم تعد السماء من فوقهم صافية ولا الأرض من تحتهم هادئة ولا حتى قلوبهم مطمئنة. وعبرت قواتنا ونفذت من السد المنيع، أعقد الموانع المائية التي عرفها التاريخ، وتناثرت قوات الجيش الذي لا يقهر. الأرض والعرض في الماضي والحاضر والمستقبل يدعون القوات المسلحة المصرية خير أجناد الأرض.